التراثيه. المشاركه من اجل ادماج المساواه في الجماعات الترابيه، وبشراكه مع فامسي ومديريه الجماعات الترابيه، وكذلك الجماعات الشريكه خاصه اقليم مدينه تطوان، نظمت هذه المجموعه واحد ورشه تكوينيه في مدينه تطوان اليوم من اجل تبادل الرؤى والخبرات، وكذلك وضع واحد الاجنده ديال العمل المشتركه باش بالفعل عند تحيين برامج عمل الجماعات، وخاصه ونحن في السنه الثالثه ومقبلين بالنسبه للجماعات الترابيه على تحيين هذه البرامج ديال عمل الجماعات، انها تخضع قضايا المساواه حيث هي اللي كانت المنسي الاكبر عند وضع هذه البرامج. هذه فرصه اليوم، هذه الورشه كانت فرصه تاريخيه من اجل اننا نجمع بين ثلاثه مكونات، مكون ديال المستشارات الجماعيات، مكون ديال الهيئات ديال المساواه وتكافؤ فرص ومقاربه الناس، وكذلك الموظفات. الكل يفكر على اساس ان اليوم رهان التنميه هو ليس رهانا سياسيا لاصقا بالمنتخبات، بل هو كذلك رهان جميع الفاعلين وعلى راسهم المجتمع المدني، وفي اولهم وفي اوسط صدارتهم هي الهيئات ديال المساواه وتكافؤ الفرص. نشمر على السواعي من اجل ان نجعل التنميه المحليه واقعا حقيقيا. استاذ خديجه، ما هي ابرز التوصيات اللي خرجت في هذه الورشه؟ من ابرز التوصيات اللي خرجت هو ضروره العمل المشترك ما بين هيئات المساواه وتكافؤ الفرص ومقاربه نوع المستشارات الجماعيه، هذه كتوصيه اولى. التوصيه الثانيه هو ان المستشارات خصهم يتحملوا المسؤوليه التاريخيه في الدفع قدما بخمسه ديال الامراض. اولا تعزيز التمثيليه وتسليط الاضواء على دور النساء داخل المجالس. ثانيا هو برنامج عمل الجماعات يجب ان يكون برنامج، وخاصه في فتره التحيين يجب ان يستجيب لمقاربه النوع الاجتماعي، ويجب ان يضمن الحقوق الانسانيه للنساء. الورش الثالث متعلق بالميزانيه المستجيبه لمقاربه النوع، وهنا وقفت المستشارات الجماعيه كثيرا على اساس ان جميع الجماعات تفتقر الى الموارد الكافيه من اجل انها بالفعل تقوم بالاوراش المتعلقه بالحقوق الانسانيه للنساء. لهذا تم التاكيد على انه اليوم راه تجاوزنا المقاربه المعتمده على الوسائل، واليوم المقاربه الاساسيه هو ان في ظل الامكانيات الكاينه، في ظل الميزانيه الكاينه اللي كتخدم بها الجماعات، يجب ان يتم تخصيص اعتمادات لصالح تقليص الفجوات ولصالح كذلك النهوض بالحقوق الانسانيه للنساء. الورش الرابع هو ان ديمقراطيه التشارك في مختلف الاليات، خاصه العرائض، خاصه الهيئات المساواه، لا يجب ان تظل حبرا على ورق، يجب تفعيل هذه الاليات، ويجب تقديم هذا باش هذه الاليات تلعب الدور ديالها، وانها تسعر على اساس ان والرقابه والمراقبه وتقديم اراء استشاريه فيما يخص القضايا المساواه. والعنصر الخامس هو شددت جميع الحاضرات والحاضرين خاصه المستشارات والهيئات على اهميه توسيع الحكامه، لاننا محتاجين بالفعل اننا داخل الجماعه الترابيه يكون عندنا تدبير ما يعني متمركز حول النتائج، ويكون عندنا تدبير كذلك قائم على الشفافيه، قائم على المساءله، قائم على التقييم المستمر. في رساله تقول للنساء المنتخبات في المجالس المنتخب، شي رساله؟ ونحن على هامش 8 مارس، 8 مارس العالم بأسره يحتفل باليوم العالمي للمرأه، ورفع شعار لنستثمر في المرأة من أجل تحقيق المساواة. أنا أقول المستشارات يجب أن نظل أوفياء للاستمرار في النساء، لأن النساء ركائز أساسية للتنمية المستدامة على المستوى الترابي.